الأحمر مسيطر على دماغ كل الناس. أولاً الحقيقة بدأت من مقبرة دي، مقبرة أمون تفنخت، وبالتحديد في مقبرة أمون تفنخت أحد القادة المهمين في الأسرة 27. قام أحد علماء المصريات بسبب حبه لعلم الكيمياء باختراع أسطورة الزئبق الأحمر دون أن يدري. داخل هذه المقبرة كان بيشتغل لوكاس، ولوكاس ده من أشهر العلماء الخاصين بالكيمياء والتحليل الخاصة بكل المواد الخاصة بعلم المصريات، وكان معاه المرحوم زاك اسكندر كان رئيس المعمل الكيماوي في الوقت ده. الراجل ده لما اندفن واضح انه مات بسرعة، فحطوه في التابوت بدون تحنيط كامل، وبالتالي التابوت كان مقفول من 2500 سنة. فتحوا التابوت التقوا جواه مواد سائلة، جابوا ازازة وحطوا المواد السائلة جوه الازازة دي وقفلوها وكتبوا عليها الحكومة المصرية. لما عملنا متحف التحنيط في الأقصر اتحطت الإزازة دي هناك، وبعض الناس لازالوا بيقولوا بيتكلموا إن ده الزئبق الأحمر. الزئبق الأحمر زئبق أحمر روحاني، زئبق أحمر روحاني مشع وغير مشع. الناس اللي بتعتقد فيه إنه ممكن يصغرهم في السن، ممكن يخليهم شباب، ممكن يخليه يستخدموه في الكشف عن مقابر جديدة، ممكن يستخدموه في حاجات ان هم ممكن يسخروا بيه الجن. القصه دي خدت شهره مش بس محليه في مصر، لا بالعكس ده قصه عالميه ودوليه وعلى مستوى الدول العالم اجمع، سواء العالم الاوروبي او الامريكي او الدول، حتى دول العرب دول الخليج، الكل بيجي. ولعلمكم بعض السفارات المهمه جدا ابتدت ترسل المراسلين بتوعها او سفرائها او قناصلها او مندوبين بتوعها عشان يعرفوا ايه القصه بتاعت الزئبق الاحمر. احنا على عمق حوالي 5 متر تحت الارض داخل اهم مقبره في سقاره، مقبره نفر الجميل. داخل هذه المقبره اقدم مومياء كامله عثر عليها في مصر. المومياء كامله في حاله جيده جدا عثر عليها داخل التابوت، بتبين بدايات التحنيط في الدوله القديمه. لكن المومياء دي يمكن ناس كتير جدا بيعتقدوا ان الزئبق الاحمر موجود داخل المقبرة دي. الاعتقاد بقوة الزئبق الاحمر تربط مصر القديمة بالتاريخ المعاصر، فهناك ممر سري يأخذنا من مقابر الفراعنة الى روسيا، وذلك خلال سنوات نهاية الحرب الباردة. لما الاتحاد السوفيتي انهار بدأ يبيع اليورانيوم الأحمر للعراق وليبيا، فكان اسمه الزئبق الأحمر، فتعرفت اسم الزئبق الأحمر من هذا الموضوع. لكن في دماغ الناس كلها إن أنت لو حصلت على الزئبق الأحمر اللي هو موجود في حلق المومياوات هتقدر تسخر الكان وتشفي المريض. في بعض الأحيان يصبح الهوس بالزئبق الأحمر أكثر شدة من الهوس بالذهب، ونظراً لأن البعض كان يسيطر عليهم جنون هذا السائل الخارق، ونظراً لأنهم مقتنعون بقدرته المذهلة، اندفع البعض للقيام بأفعال شنيعة فقط من أجل الحصول عليه. تصوروا أفتح جنان الصبح يقولوا فيه 2 مغاربة كانوا في مدينة أسيم، واحد قال لهم تعالوا عشان تقولوا لي موضوع الكنز، وبعدين يقول لهم طب هاتوا ولد معين، والجرنان كتب ان ذبحوا طفل صغير عشان الدم بتاعه ينزل على الارض ويطلع المقبره اللي فيها بالزئبق الاحمر. الحاجه الثانيه بنت صديق ليا كلمتني وقالت لي انكل في مشكله غريبه جدا عندي. البنت الجميله دي حكت لي قالت لي بابا كل شهر بيجي له ساحر او 2 من بلاد عربيه وبداوا يعملوا زار ويحضروا العفاريت ويتكلموا عنها ان هيجيبوا له الزئبق الاحمر.
البنت قالت ان ابوها بتكلف 30,000 جنيه في المرة الواحدة. يعني المرة الواحدة اللي بيحضروا فيها الجان بيعتقدوا كده عشان يجيبوا لهم الزئبق الأحمر بتكلف 30,000 جنيه. والقصة على فكرة من قديم الأزل حتى وقتنا الحالي، اللي يقول لك أدبح لك عجل، أدبح لك فرخة، أدبح لك خروف، أدبح لك معرفش إيه، أي حاجات من الكلام ده كله، وأكررها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، كل دي خزعبلات وليس لها أساس من الصح. أنا جالي أمير عربي وقال لي إن هو أمه عيانة بقالها 10 سنين، راح وداها لكل أطباء العالم مفيش فايدة، لكن واحد قال له إن الشفاء بتاع أمك عند واحد اسمه زي حواس. جالي قلت له معرفش، أنا ما كنتش فاكر حكاية الزئبق الأحمر أعرف. جالي مرة تانية وقال لي أنا أدفع أي مبلغ عايزه لو اديتني حتة من الزئبق الأحمر. قلت له يا أستاذ الناس هتنصب عليك، مفيش حاجة في الدنيا اسمها الزئبق الأحمر.